الثانية عشر زوالا، المكان شارع محمد السادس. حركة المرور متوقفة تماما والازدحام يتكرر بشكل دوري دون مراعاة وبتبريرات غير منطقية. فما هي الأسباب يا ترى؟ هل هو التهور أم اللامبالاة أم غياب الثقافة المرورية لدى السائقين؟ مابقاش عندي في مدينة الدار البيضاء. مدينة الدار البيضاء ولات مدينة مزدحمة بالنسبة للمرور ديالها، نظرا للأشغال اللي كتعرف في هذه الآونة الأخيرة. بزاف ديال الأشغال اللي في زعما في مختلف مناطق الدار البيضاء، ماشي في منطقة ولا جوج، في مختلف المناطق. إيوا شنو نقول لك، بالنسبة لنا حنا اللي كنستعملوا السيارة، الغرض ديال نصف ساعة كتقضي في واحد ساعة ولا ساعة ونص ديال من الدار ديالي للخدمة، كنستغرق حوالي ساعة ديال الوقت. إلا بغيت نربح الوقت خصني كما كيقولوا خصني نفيق بكري. حمادة دير كازا راه شحال هذه، ولكن هذه الأيامات الأخيرة في هاد الشهرين ولا ثلاثة تزاد بزاف. إن دابا طالقين الأشغال ديال التروازيام لين والكاتريام لين في آن واحد. داكشي اللي جعل دابا داك الشوارع، دابا الناس كيهربوا من داك الشوارع كيجيو لهاد الزنقيين هادو كيسبوا في هاد الازدحام هذا. وزيدون الاشغال هنا ما عندهاش نهايه. نورمالمون ان شونتي كتكون عنده الدات ديال الديبي والدات دو فان دو شونتي. هنا لا دات دو فان دو شونتي ني جامي ريسبكتي، ما كيحترموهاش وما كاين عليها لا عقوبه ولا بيناليتي ولا والو. وزعما هذا كاع على مراه ومسمع ديال المسؤولين، اللي خاص هذاك الشيء يكون داير واحد المنهاج، يعني بريفوار المستقبل، يعني يديروا حاجه بحاجه، كل حاجه بنظام، كل حاجه بوقتها، ماشي كل مره غاشي طالقين شحال من شونتي دقه واحده في الشوارع كلها. دابا الدار البيضاء ولات لا تطاق، سيتو تدخل وسط المدينه انسان راك عايش على اعصابه. وطريق السياحة حتى هي خلاص، ولا فيها الكرارس ولا فيها الماطر ولا فيها حتى الحيوانات، كاين مكان اللي كيحشرهم، وكاين وسائل بزاف اللي توضح حتى لهذا الشيء هذا، ولكن ما كانش اللي يقوم بها. الامور باينه واضحه، راه كل واش هما واش هاد المسؤولين ولا الاخر ما كيدوزوش، ما كيشوفوش طرقان ولا ما واعيينش في هاد الاشغال اللي كاينه ولا الاخر، ما يمكنش. انا كنبدا الخدمه ديالي مع 6 الصباح بنتي، كنسالي مع 5 العشية يوميا. هاد الإصلاحات اللي كنشوف أنا إصلاحات عن مفيدة لكم أنتم الشباب. حنا أكباش الضحية ديالكم، حنا كنأديو الثمن ديالنا بالأعصاب ديالنا وفي الصحة ديالنا في كل شيء، ولكن فيها بزاف ديال الأشياء المفيدة بزاف. ولا الشبكة الطرقية غتنفس بزاف من هاد الخطوط ديال الترام اللي غادي تزاد بإذن الله، والخطوط ديال البيسواي فريمون. هذاك الشيء اللي انا كنشوف هذاك الشيء بواحد النظره ايجابيه، ما مكرفتسين دابا، ولكن انا كنتخيل هذاك الشيء دابا ملي غادي يسالي ان شاء الله، ملي غيسالي هذا لو شونتي ان شاء الله، هذا لو ميغا شونتي ان شاء الله، ملي غيسالي ان شاء الله باذن الله، انا كنشوف كازا دابا من بعد كيف غتولي. دابا معذبين مكرفتسين بزاف، ولكن الحريفيه كيعرفوا يسلكوا راسهم، الحريفيه كيعرفوا يسلكوا راسهم. الناس كتصلح البلاد، صلحات البلاد الناس، احبه من احبه وكريهه من كريه، والتاريخ غادي يبين اش دار هذه البلاد. انا لست متحزب، تيري انا كان عندي ميول اشتراكيه الحقيقة تجاريه، كنقول هذه القضيه هذه كاع، ولكن هاد الاصلاح هاد انا كنحمد الله وكنشكره اللي هاد الناس ما مشاو حتى لحوا لي شونتي كلهم او ميم طون، كنشكرهم بزاف بكل صراحه، لان لو كون بقاو هاد لي شونتي هادو تماطلوا واحد المده اخرى غادي يكون دي زابيل دوفر اخرين ودي مارشي اخرين، وغادي يكون بزاف د الاشياء اخرين، وسير عاوتاني حتى 2030 ولا 2035 ان شاء الله باذن الله عاد باش غتنفس هذا الشيء. ان كانت هذه العينه من شارع محمد السادس فانها تتكرر بشكل دوري في الشوارع والاحياء الاخرى من المدينه، فما هو الحل في نظركم لتدبير هذا الاكتظاظ المروري؟